إصلاح الضرائب سمعنا شكله يجي يحجز علينا كلنا دلوقتي. تمام. هو معانا على التلفزيون الأستاذ عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب. أستاذ عماد مساء الخير. خالد بيه مساء الخير، ازي حضرتك؟ زي الصحة يا فندم، الله يخليك. وبسلم على السادة الوكلاء اللي مع حضرتك. ده حاجة عظيمة جدا، ده أنت جايب لنا فريق متكامل. بس هديهم جايزة بكرة. ليه بقى؟ عشان المفروض إن هم مذاكرين جامد قوي وشاطرين. طب قول لنا إيه اللي حصل؟ لا ابدا، انا بس اوضح حاجه لحضرتك. اتفضل. بالنسبه للحجز الاداري طبقا للقانون، احنا لما بنيجي نحجز على ممول في البنك بنكتب في جواب الحجز اللي خارج من المأمورية ان السيد عماد سامي عليه ضرائب نهائيه بمبلغ وقدره 900 جنيه. تمام. انا حجزت عندي في البنك الاهلي مثلا. مثلا. المفروض البنك الاهلي لو الممول ده عنده 100,000 يحجز لي ال 100 جنيه بتاعتي والممول حر ببقيه امواله. ايوه، هم ده اللي قالوه. على فكره يعني عشان بس الظاهر الموضوع اتحكى لحضرتك، اللي هم قالوه، هم قالوا لنا احنا مالناش دعوه، نحن نطبق القانون كناس بتوع الضرايب، كون البنك بقى بيقوم بالحجز على الباقي ده، حضرتك تفسره بايه؟ دي مش مشكلتي، احنا اتكلمنا مع البنك كذا مره في الكلام ده وقلت له يا بنك انا ببعت لك قيمه الضريبه. يا عماد بيه، اول حاجه اسحب الجزم، ده اول حاجه. لان انت سحبته عشان خاطر حضرتك. لا، لانهم مش مخطئين. طيب مش عشان خاطر ده واحد. اثنين، انت تقر معي الان واقعه حقيقيه تخالف القانون، وهي ان البنوك تحجز بقيمه تزيد بكثير جدا، وهي كل ما يملكه المواطن داخل البنك، صح كده؟ ودي دي مشكله بنقابلها مع كاف ممولين كتير جدا. اقول له انا حاجز بمبلغ محدد اللي هو ضريبتك النهائية اللي هي بناء، لا اما على لجنة داخلية، لا لجنة طعن، لحكم المحكمة. يا استاذ عماد، ما حجزت باكتر من اللي انا بقول عليه. يعني الدولة كلها سمعانا دلوقتي، حضرتك تصف تصرف البنك ده بانه غير قانوني. طبعا. طب البنك بيعمل كده لمصلحة مين اذا كان انت صاحب الدين؟ احنا اتكلمنا في الموضوع ده معالي الوزير بنفسه لما حصلت مشكلة كبيرة وانا كنت معاه، وقال لي، قلت له ادي صور الجوابات اللي رايحة للبنك بالقيمة اللي على الممول. وفعلا اكلم البنوك قال لهم طب نعمل ايه عشان نحل المشكلة دي بالنسبة لرجال الاعمال او بالنسبة للمستثمرين او بالنسبة لاي حد يتم حد عليه. الضرايب بتقول لك قيمة الضريبة اهي، انت بتعكس دي على كله. هم بقى بيحلوا الموضوع ده مش احنا. لا معلش، هم مش بيحلوا، هم ليه عملوا الخطأ اصلا؟ ما احنا دي مشكلة البنك مش مشكلتي، لكن انا محدد. طيب استاذ عماد، النقطة الثانية بقى. اتفضل. النقطة الثانية، الأخ بتاع محل الجزارة. أولاً أنت عارف حضرتك إحنا بنجيب من المذبح الكمية اللي تم ذبحها. وده اللي بنحاسب عليه الجزار. إحنا عشان ما نعرفش الواقعة شوية، وهو طبعاً ثقافته يبدو. لا أنا هقول لك عشان أنا فاهمه بيتكلم في إيه. طيب إيه المشكلة؟ إحنا عندنا جميع الأنشطة، كل نشاط ليه محاسبة معينة بنسبة صافي ربح معينة. احنا عندنا مثلا 120 نشاط، كل نشاط في مجموعة مختصة بمحاسبة كده من المقامير، مجموعة ماسكة ارشاد التصدير، مجموعة ماسكة المهنة الحرة، مجموعة ماسكة الجزارين، مجموعة ماسكة مش عارف انشطة ايه. كل المقامير متضربة تدريب الايام دي واللي فاتت، تدريب قوي جدا. طيب. عشان الفحص يطلع مظبوط. استاذ عماد، المشكله دي هنحلها مع المأموريه. مره ثانيه انا برجو من حضرتك ومن الدكتور عمرو الجرحي وزير الماليه التواصل مع البنك المركزي والتواصل مع البنوك لرفع واتحاد البنوك لرفع هذا الظلم البين اللي حضرتك وكل الساده المحترمين المساعدين بتوع حضرتك اقروا ان هذا ظلم لا ترضاه مصلحه الضرائب. انا بتكلم صح؟ انا اوعد حضرتك ان احنا مع الوزير ان شاء الله ما يجي بالسلامه. خلي بالك بقى، عارف انا لو انا دلوقتي من حجز عليهم بمكالمه حضرتك دي يجوز ليا اني ارفع قضيه على البنك. لا بقى انت هتيجي تدفع على طول. شكرا جزيلا استاذ عماد، متشكرين جدا.